ازيك يا سمير؟ اهلا، ازيك يا دكتور؟ هو الدكتور حسن مش موجود برضه ولا ايه؟ لا ده كان طلع عند دكتور عبد اللطيف من ساعه كده تقريبا، وبعدين نزل قال انه ماشي ومشي. طب انت عندك فكره عن تقرير الراجل القتيل بتاع الصحراء؟ اه ده الدكتور حسن كان شغال عليه بنفسه، بس ما اعرفش وصل فين. ايه طيب عندك اخبار عن تحليل الدراع؟ دراع؟ لا والله. اتخنقت يا ابني، بقت لازقالي طول الوقت وكاتمة على نفسي. عارف اللي امك بتعمله معاك؟ هي بتعمله معايا. ايه؟ ايه هو اللي ايه؟ بقول لك يا ابني مخنوق من دارين، بقيت الف حجج عشان ما اشوفهاش بعد الكليه اصلا. ايه يا ابني انت سايبني كده هاتي مع نفسي؟ ما تقول حاجه. خلاص سيبها يا ايمن بقى، انت هتوجع لي دماغي. سيبها يا ايمن، ما انا الغلطان اني بكلم بطل العالم في معامله الستات. طب بقول لك ايه؟ انت لما كنت بتعوز تخرج دارين توديها مكان شيك، كنت بتوديها فين؟ مكان شيك؟ يا ابني انا بقول لك انا مخنوق، تقول لي مكان شيك؟ يا عمي سيبك منها، اي واحده، اي واحده تانية لما بتعوز تخرجها توديها مكان شيك، بتوديها فين؟ اي واحده زي مين يعني؟ ما تخلص يلا ما تبقاش خنيق. واحده زي مين يعني؟ طب قول وانا هقول لك، هحكي لك. هتحكي لي؟ قاضي فيها قصه. لا انت تحكي لي بقى عشان انا اقول لك على المكان الشيك واظبطك. واحده ما تعرفهاش يا ايمن. اسمها ايه؟ اسمها داليا. داليا ايه؟ داليا اسماعيل. ودي بجد دي ولا؟ لا بجد، بجد قوي كمان. لا ده لو على كده انت تقول لي بقى عشان انا اشيل الليله كلها والمطعم والمكان الشيك كله على حسابي. طب تعالى بقى واحكي لي واحده واحده كده. بقول لك ايه؟ البس ده ولا ده؟ ده اول مره تسالني تلبس ايه؟ ده ولا ده؟ ده لا هلبس ده. الله، الحكايه بقى مش مذاكره بقى، انت رايح فين؟ وبعدين ما دام مقرر بتسالني ليه؟ انا غلطان. انت رايح فين؟ خارج. رايح فين؟ رايح السينما. يا سلام، مع مين؟ مع صحاب. مين دول اصحابك؟ مش ليهم اسامي؟ ما تعرفيهمش. اسمهم ايه؟ كريم ومحمود وهيثم وساره ونانسي وحافظ. ودي عشان نانسي وعشان حافظ ومحمدين وحسنين. هتتأخر؟ معرفش، ما تستنيش يلا. لا هستنى. هستنى. حر. هو انت تيجي هنا كتير؟ جيت مره كده من فتره. مع مين؟ مع جوزي. مع جوزي. ايه اتضايقت؟ لا هتضايق ليه؟ قولي يا معتز، انت ما صاحبتش قبل كده؟ يعني. ومال وشك احمر كده ليه؟ لا ده تلاقي البتاع ده بس سخني. وسبتها ليه بقى؟ بصي كل البنات تافهة بجد والله، كلهم بيدوروا على واحد يتجوزوه وهو لسه في اللفة. ايه في ايه؟ لا ابدا، مبسوطة بس عشان بسمعك. حلو اللي تعمل بجد. عارف يا معتز، انا حاسه ان انا بدات اخيرا احط رجلي على الطريق اللي انا رسمه لنفسي من زمان. وشراء المعمل ده رغم ان هو دلوقتي حالته صعبه قوي، بس حاسه ان انا لو اشتغلت عليه ممكن يتطور ويكبر ويبقى سلسله معامل مهمه في البلد. طب كويس. بس المهم بقى دلوقتي ان انا الاقي دكتور تحاليل كويس قوي اقدر اثق فيه يساعدني بقى ان انا اقوم المعمل ده على رجلي. ده هيفرق معايا قوي. على فكره انا عندي ليكي واحد كويس قوي وموثوق فيه زي ما حضرتك. كنت اقول لك حضرتك زي ما انت بتقولي. مين ده بقى؟ هو مين؟ الراجل اللي انت بتقول عليه؟ الدكتور حسن.
مين الدكتور حسن ده؟ ايوه. صباح الخير. انت فين يا حسن؟ سمير قال ان انت كنت بتستعجلي التقرير. ايوه. مالك من دول احوالك مالك؟ مش عارف، كل واحد في المصلحه يقول لي مالك 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 مالك. انا كويس، انا تمام. طب بتزعق ليه؟ ان شاء الله دايما تمام. معلش انا اسف، ما كانش قصدي. ولا يهم. انت كاتب انه الايد تعرضت لمحلول ملحي باستمرار، مش كده؟ كلوريت الصوديوم. محلول ملح الطعام. الايد دلوقتي في حاله بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنيشن نتيجه لتعرضها محلول ملح الطعام باستمرار. ملح طعام؟ ملح اكل ازاي يعني؟ لا يعني زي اي حد بينزل البحر مش بشرته تسمر شويه؟ ده بتأثير تعرضه لكلورايد الصوديوم ملح البحر. ايوه، مش ممكن هينزل البحر بايد واحده. طبعا مش معقول. طيب ايه اللي يخلي واحد دراع واحد عنده لحد الكوع دايما متعرض لملح الطعام؟ لازم يكون حط ايده في ميه ملح. وارد طبعا. بجد؟ طبعا. لازم اقول لاحمد مجدي كلام، لازم اقول له الاستنتاج ده مهم جدا. كنت عايز اقول لك كده. ثواني بس يا حسن. احسن ايه؟ دي حاجه مهمه قوي. ايوه يا احمد بيه. انا ماشي. انا وصلت الاستنتاج مهم جدا بخصوص قضيه القتيل بتاع الصحراء. ايوه يا فندم، ممكن الاقي لها حل. ايده كانت دايما بتتعرض لملح الطعام لحد الكوع. ممكن يكون بتاع فسيخ، بيبيع فسيخ او طرشاج. سعى زغلول من اشهر الزعماء المصريين الذين حرروا مصر. بس جبتيها منين حرروا؟ اقري اللي قدامك هتالفي. الذين دافعوا عن حريه مصر واستقلالها. فضلي قولي مرة من غير ما تبصي، عارفة لو غلطتي هتشوفي انا هوريك ازاي. سعد زغلول من اشهر الزعماء. ولد سعد زغلول بقرية ابيانا عام 1860 ميلادية. الو، اهلا اهلا يا دكتور، ازيك؟ ازي الاخبار؟ زغلول وزيرا للتعليم. لا لا لا، انا لسه بفكر الحقيقة، يعني مش عارف اخد قرار. ولو اني اميل ان انا يعني ما اروحش. وطي صوتك شويه، ابوكي بيتكلم في التليفون. لا 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 خالص خالص، القلوب عند بعضها يا دكتور. ايه ده؟ بعد بكره على طول؟ ليه بسرعه كده؟ انا بس عايز اخد مساحه من التفكير، لان مساله الخليج دلوقتي والسفر ليه يعني انا شايفه مش وقته. لا بستأذنك بس ان انا اخد وقت شويه افكر. بكره باذن الله انا في المصلحه هكون عند حضرتك ومدي لك جواب نهائي. ايوه ميرسي يا دكتور. خلاص وهو كذلك. يوصل. حاضر، ميرسي. شكرا قوي. صحيح. اخدت على السهر زيك. انت مسافر في حته؟ مسافر فين؟ اصل سمعتك وانت بتتكلم في التليفون، كنت بتتكلم عن سفر. استاذ عبد اللطيف كان بيلح عليا في موضوع السفر للخليج ده. ده مع المصلحه؟ لا. وانت قلت له ايه؟ هفكر. اصله سفريه زي دي اكيد هتبقى كويسه، ليه لا؟ يعني بعدين بقى الكلام ده خالص. بتهيألي كان المفروض نتكلم في الموضوع ده قبلين.
انت عايزه يا فايزه؟ اسيبكم انتوا والبنات وسافر الخليج؟ ان كان عليا انا والبنات ما تنعاش همنا، انت بس اوصل ورستق نفسك، كلمنا نحصلك على طول. ومكاني في المصلحه. مصلحه ايدي اللي انت خايف عليها قوي كده؟ وبعدين احنا عندنا بنات على وش جواز، هنحتاج لكل مليم، وسفريه زي دي اكيد هيبقى فيها فلوس كتير، هتساعدنا في جهاز البنات. انت بتقولي ايه؟ ما احنا عندنا الارض تجهز البنات. وهي الارض دي بتجيب حاجه؟ ده حتى لو اتباعت مش هتجيب حاجه. بصي انا هقعد هنا عشان المصلحه. مصلحه ايه؟ ده مش قرارك لوحدك، ده لازم يبقى قرارنا كلنا، علشان عندنا بنات، لو فكرنا في نفسنا نبقى انانيين، وده ما ينفعش.